السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. اليوم راح نكمل الحروف الإنجليزي للصف الأول ابتدائي. وصلنا لحرف الاف. هذا حرف الاف، اللفظة ف، ف مثل flower flower، fish fish، flower flower يعني وردة، flower fish يعني سمكة، fish يعني سمكة. نعم، الحرف الاف flower fish flower fish. هنا هذا روبي يسأل، يقول who is this، who is this يعني من هذا، من هذا. هاني، هذا الولد اسمه هاني وهذه البنية اسمها إيمان. هذا روبي يسأل، إذا هذول إذا تذكروهم بالدرس السابق، هذا اسمه أحمد وهذه اسمها ندى. هنا روبي يسأل على هذول الجدد الاثنين، يقول من هذا، how is this، how is this. هنا يقول له هذا اسمه هاني وهذه البنية اسمها إيمان. هسا الحرف الجديد اليوم هو حرف الاف، يلفظ ف مثل flower flower يعني وردة، fish يعني سمكة. شلون ينكتب الاف؟ بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه اول مرة هيك نسويه حسب اتجاه السهم، وبعدين هذا الخط بالنص يصير بهذا الشكل، يعني اول مرة هيك نسويه بعدين هذا حرف الاف. هنا بالصفحة الثانية منطيني الالوان، هنا عندنا اورنج، هذا البرتقالي اورنج، وهذا الوردي بينك، اورنج بينك، اورنج برتقالي، بينك الوردي، اورنج بينك، اورنج بينك. هنا هذه مراجعة للاحرف اللي اخذناها، اي بي سي دي اي اف. هنا عندنا اليونت الثاني ماي سكول، ماي سكول يعني مدرستي. الحرف اللي وصلنا له هو حرف الجي، جي يلفظ جي، جي مثل جيل، جيل يعني بنت او فتاة، جيل. جوت، جوت يعني ماعز. هسه حرف الجي يلفظ جي، جيل جيل، جوت جوت. شلون ينكتب؟ كتب هذا الشكل، سوي هيك دائرة بعدين سوي هذا الشكل، هذا هذا شلون نكتب الحرف الجي، نسوي هنا دائرة صعدة هيك اللي فوق شوية بعدين هذا حرف الجي. الحرف اللي بعده حرف الاتش، اتش ينقري هي، هورس هورس يعني حصان، هاوس هاوس يعني منزل. بس قلنا هذا الحرف هو حرف الاتش، يلفظ هي مثل هورس حصان، هاوس منزل. هنا منطين الكلمات اللي بالمدرسة او بالصف، رولر، اي رولر، رولر يعني مسطرة. هذه باج، باج يعني جنطة. بوك، بوك يعني كتاب. بنسل كيس، بنسل كيس يعني هذه المحفظة مات الأقلام الرصاص، بنسل كيس. البنسل هنا القلم الرصاص، بنسل قلم الرصاص. بين القلم الجاف، بين القلم الجاف، بنسل القلم الرصاص. هنا بنسل كيس يعني هذه المحفظة مات الأقلام الرصاص. رابر، رابر هنا عندنا المساحة، رابر المساحة. هنا شلون ينكتب الاتش؟ بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه سوي من هنا خط بعدين هذا الاتجاه،
هذا حرف الـ H. وصلنا للحرف الـ I. I I ينقرئ E مثل هنا إنك إنك يعني حبر. آيس كريم آيس كريم يعني مثلجات. I I اللي فض E مثل إنك إنك. آيس كريم آيس كريم إنك يعني حبر. آيس كريم يعني مثلجات. وكتابته بسيطة بس هنا أنا خط فوق نقطة. هنا أنا مراجعة للألوان وللأحرف اللي أخذناها. هذه الأحمر ريد، أزرق بلو، أخضر جرين، أصفر يلو، وردي بينك، برتقالي أورنج. وهذه الأحرف A B C D E F G H I. وصلنا للحرف العاشر اللي هو J. J J مثل جالي جالي جالي. جوز جوز يعني عصير. جمبر 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 يعني هاي البلوزة. جمبر جي جالي جوز جمبر. شلون ينكتب؟ ينكتب هذه الطريقة. هي الطريقة فوقها نقطة. هذه الطريقة فوقها نقطة. السهم. وصلنا للحرف الكي. كي اللفظ كي كي مثل هنا عندنا المفتاح كي كي. كايت كايت هذه الطائرة الورقية. كايت كي كي المفتاح. كايت الطائرة الورقية. هنا المعلمة تسأل تقول what is this على هذه البيت. what is this. هنا is it a pen. is it a pen يعني هل هو قلم جاف. is it a pen قل له no no يعني مو قلم جاف. is it a pencil. is it a pencil يعني تقلها هل هو يعني قلم رصاص. is it a pencil قلت لها yes yes يعني صح يعني نعم. اللي بيتها انه هو قلم رصاص مو قلم جاف. Is it a pencil? Yes. شلون ينكتب الكي؟ هذا الشكل. هسه قلنا الكي مثل كلمة كي يعني مفتاح. كايت يعني طائرة ورقية. الحرف اللي بعده L. L يعني lemon. lemon نانا عندنا الليمونة. lemon. lion lion يعني أسد. lion. l l مثل lemon lemon. lion lion lemon ليمونة. lion يعني أسد. هنا open open يعني افتح افتح الكتاب. open open. draw draw يعني هنا ارسم. draw ارسم. close close يعني سد الكتاب. close يعني سد الكتاب. هنا عندنا اليونت الثالث my toy. my toy يعني العابي. my toys يعني العابي. هنا عندنا حرف الام. ام مثل monkey. monkey يعني قرد. مونكي مون مون يعني هنا القمر. مون ام قلنا حرف الام. مونكي قرد. مون يعني قمر. هنا شلون ينكتب؟ اول بداية اسويه بهذا الاتجاه بعدين هذا الشكل هذا الشكل يعني سوي هيجي. هذا حرف الان. حرف الان حرف الان مثل كلمة نت. نت يعني شبكة. نوز نوز يعني انف. ان نت نوز نت نوز نت يعني شبكة.
النوز يعني الأنف، وكيفية كتابته هذا الشكل. حرف الأو، أو أو مثل أورنج، أورنج أورنج يعني برتقالة. أوليف، أوليف يعني زيتونة، أوليف يعني زيتونة. أو أورنج أوليف، أو أورنج أوليف. وطريقة كتابته بهذا الشكل مثل الدائرة. حرف البي، بي بي مثل بلين، بلين بينغوين، بينغوين. بيتزا، بيتزا بي بلين يعني طائرة، بينغوين يعني هذا البطريق، بيتزا يعني هاي البيتزا. بي بلين بينغوين بيتزا. حرف كيو، كيو 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 يلفظ ك مثل question، question يعني سؤال. queen، queen يعني ملكة. q question queen. هنا روبي سائل يقول what is it، what is it. it is kite، it is kite يعني ما هذا، هذه طائرة ورقية. what is it، it is kite. حرف ال r، R R مثل كلمة روبوت، روبوت يعني هذا الآلي. روبوت. راديو، راديو يعني هذا الراديو. رابت، رابت يعني هذا الأرنب. رابت أرنب. R روبوت راديو رابت. هنا how old are you، how old are you يعني يسأل هنا عن العمر. I'm six، I'm six يعني 6 سنوات. I'm four، I'm four يعني عمري 4 سنوات. how old are you، I'm six، I'm four. حرف الاس، اس اس مثل كلمة sweet، sweet يعني هذه الحلويات. sweet. سنيك، سنيك يعني هذه الأفعى. سنيك. صن، صن يعني شمس. اس سويت سنيك صن. حرف التي، تي تي مثل تاكسي، تاكسي. تايجر، تايجر. تماتو، تماتو. تي تاكسي يعني هذه التاكسي، تاكسي. تايجر يعني النمر، تايجر. تماتو، تماتو يعني هذه الطماطة. تي تاكسي تايجر تماتو. وصلنا للحرف اليو، حرف اليو يلفظ أ، أ مثل امبريلا، امبريلا يعني مظلة. انفروم، انفروم يعني هذا الزي. يو امبريلا انفروم. حرف الفي، حرف الفي يلفظ فا، حرف الفي مثل هنا فان، فان يعني هاي السيارة. فايولين، فايولين هاي الآلة الموسيقية. في فان فايولين. وصلنا للحرف الدبليو، دبليو يلفظ وا، وا ويندو، ويندو هذا الشباك. ويندو. واتش، واتش هاي الساعة، ساعة يدوية. دبليو يلفظ وا، ويندو، ويندو واتش، ويندو واتش. نانا عندنا سائل what can you see، what can you see ماذا ترى. هنا عندنا جيلي، جيلي برتقال. اورنج، اورنج. كيك هذا الكيك، كيك. تفاح ابل، ابل. بيتزا، بيتزا. هنا وصلنا لحرف الاكس، اكس مثل كلمة اكسري، اكسري. واي حرف الواي، واي مثل كلمة يو يو، يو يو. زت، زت يلفظ زي،
مثل زيبرا زيبرا اكس اكسري واي يو يو زت يلفظ زي مثل زيبرا زيبرا. وهنا موضح لنا شلون نكتب الحرف. نمشي على اتجاه السهم حسب اتجاه السهم. واللي هنا انتهى الدرس ومع السلامة.